بتخم بتخم ايه شغل عمك؟ يعني في مقام خالك يعني اخمك صح؟ 174 صفر. بعدين في الملل اللي احنا فيه ده بقى مفيش شغل خالص. يلا رمزي دولا، تحب اروح اجيب طاوله من القهوه نقعد نتسلى فيها؟ لا 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 لا، الطاوله ما بتنميش الذكاء. طب نلعب ايه طيب يا دولا؟ نلعب اي لعبه ممكن تنملنا الذكاء بتاعنا. يعني زي ايه كده يا دولا؟ قولي. يعني مثلا عندك التمثالين دول ماشي؟ تعرف تطلع لي بينهم خمس فروق؟ لا يا دولا، انا ما بحبش افرق بين التماثيل في المعامله. بيتك اذا كنت انت ما فهمتش اللعبه اصلا، هلعبك ازاي؟ انا اقصد بص، اختلاف بين التمثالين يعني ده في لون مش موجود في التاني، يعني مثلا ده في حاجه مش موجود كده يعني. انا هقول لك يا دولا، انت تحس يعني ان التمثال ده طيب شويه عن التمثال ده. تبص ده تحس ان فيه لقم. وانا بقول لك حلله نفسيا، علم جديد اخترعته احنا قاعدين. في ملاحظه تانية يا دولا انا كنت ملاحظها من زمان بس مش عايز اقول يعني. قول يا مخضرم قول. التمثال ده واقف حال التمثال ده، يعني مش مخليه راضي يتباع، باصص له في لقمه عيش. لا ده في ملحوظه باينه قوي بقى. لا رمزي ايه التمثال ده واقف حال البني ادم ده، مخليه مش عارف يبيع ولا تمثال من البازار. انا غلطان ان انا بتكلم مع واحد زيك. الفراغ يخرب بيت الفراغ اللي خلانا اعبرك. بص انا ايه اللي قعدني هنا؟ انا قاعد في بيتنا احسن ما دام كده كده مفيش شغل. طب والشغل دول ايه اللي شغل؟ ايه شغل؟ ايه خليك انت قاعد في الشغل، احنا بنصرف يا ابني ما بيجيلناش فلوس. طب دول اروح بقى معاك البيت يعني، انا زهقت. وتسيب التمثالين دول؟ انت مش بتقول ده قاطع عيش ده؟ خليك معاهم يا ابني. صح. سلام سلام يا دول. سيبه بقى ياكل عيشه. هتقعد عيش الاتنين؟ كسرت عيشهم يانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا عادل، ايه اللي جابك بدري النهارده؟ اللي جابني بدري النهارده هو اللي جابني بدري امبارح. ايه يا بيبي، عايز تخش الحمام؟ حمام ايه؟ ما انا عندي حمام في البازار، مفيش شغل من الصبح لغايه بالليل، مفيش اي شغل. ما انا قلت لك يا عادل 500 مره اعمل تنوع اقليمي في التماثيل يا بيبي، يعني لازم الزبون يدخل يلاقي فرايتي قدامه. انا مش قادره افهم، ما تسيبك بقى من الشغلانه اللي مش جايبه تمنها دي، ويوم يشتغل المحل و20 الف مره ما اشتغلش. معقوله يا حماتي عايزاني اغير شغلتي يعني بعد ما بقيت اشهر بازارجي في جمهوريه مصر العربيه؟ انا بيجي لي حضرتك انت عارفه بيجي لي زبائن من الاسكيمو مخصوص عشان. ايه ماما ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقى ابيع عادل اللي قاعد في مكتبه على سل ورمح، عايزاه يغير نشاطه. ايوه طبعا، ولعلمك بقى قاعده متعبه جدا، الكرسي اللي انا بقعد عليه ده مزعج. انت لا تغير نشاطك ولا حاجه، انت خليك مستمر في النجاح اللي انت فيه ده. واحنا خلينا مستمرين في الشحاته اللي احنا فيها دي. طب بص انا عندي فكره تانية، انت ممكن تعمل نشاط تاني جنب التماثيل اللي موجود. نشاط تاني يعني فلوس تاني يعني راس مال كبير جدا، وبعدين لسه هنبتدي من اول وجديد ونروح ندور بقى على عمال اغبياء تانية غير رمزي؟ معقوله يعني؟ من الناحيه دي اطمن، انا عندي فكره مشروع مش محتاجه اي حاجه ومكسبه مضمون 100%. لا طب ما تنطقي يا حبيبتي بدل فوازير رمضان اللي انت عماله بتقوليها دي، قولي ايه؟ مكان التصوير. تصوير؟ هنقعد نصور في الناس ويبقى عندنا معمل واحماض، والاحماض تقع في الارض واوضه حمراء، ولو ولعنا النور الصور تتحرق. لا 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 لا، ونقعد كلنا على نفس الكنبه ونتصور ونعمل صوره للاسره المعمره. انا ما بحبش اتصور، انا شكلي في الحقيقه بيطلع احسن. ايه ده يا جماعه، انا اقصد مكان التصوير وورق. مكان التصوير ورق؟ والناس اللي عايزه بقى تصور ورق ولا مستندات هيعرفوا ان في البازار ده مكان التصوير ورق؟ هنعمل اعلان وهنكتب عليه لدينا مكان التصوير ورق، ده غير علاقاتي، انا اضمن لك ان كل المدرسه هتيجي تصور عندنا. طيب هو مشروع زي كده يعني يكلف كام؟ لا انت مالكش دعوه بالتكلفه، انا هديك اجره ارضيه كل اول شهر، او لو تحب باليوميه انا ما عنديش مشاكل. لا لا لا، اجره ارضيه ايه؟ والارضيه دي اللي بينام عليها رمزي، انا نايم رمزي فين يعني مهما كان ابن عم. وناويه بقى ترمي له كام كل اول شهر؟ 300 جنيه. ايه 300 جنيه؟ امال انت هتكسبي كام اصلا؟ لا ما بحبش لقمه العيش المنظوره، انت هتاخد اجرتك وتطلع من دماغي. انا استحاله وافق. بابا انا عايزه مصروفي بقى، انا بقالي اسبوع ما خدتهوش. مصروف؟ طيب ماشي موافق، بس اديني عربون الاول.
ده انا حتى يا بابا مش بشتري حاجه من الكانتين، وبقعد على جنب الوعدي، واصحابي بيسموني ياسمين بنت الفقراء. كويس قوي انكم حطيتوا المكنه هنا، عشان الطوابير كمان شويه هتبقى قد كده. طوابير؟ انت متفائله قوي. انت فاكره انك هتشتغلي بجد ولا ايه؟ يا ريت كل واحد فينا يركز في اكل عيشه وملوش دعوه بالتاني، وكل اللي ليك عندي انك هتاخد اجرتك كل اول شهر وخلاص. دولا بقول لك ايه، هي المكنه دي بتاعت ايه بالظبط؟ يعني احنا خلاص يعني هنقلب البازار ده مشغل رز؟ رز؟ رز ايه؟ رز ايه؟ بص ابعد عني ببوزك ده عشان ما تفقرناش زياده، ما احنا فقرانين. يا دولا ما انا لازم افهم يا دولا عشان اريحك واريح المكنه واروح اجيب رز متنقي جاهز. رز ايه يا ابني؟ انت تكذب الكذبه وتصدقها. طيب يا دولا المكنه دي هنسقط لها الرز ده فين؟ منين؟ ولا بس بقى ابعد عن المكنه دي خالص. بص ممكن تعلق اليافطه دي بره على باب البازار؟ يافطه ايه؟ لا احنا اتفقنا على يافطه واحده. وريني يافطه واحده. ما تنفعش، لازم كذا يافطه عشان اجذب الزبون وكل زبون يجي يخش على يافطته. يافطته ايه؟ الزئبق في الفيزياء، البليخ في العربي، الله يرحمك عم بليخ، المدقرم في الحساب، الديناصور في الاحياء، الصايع في الجبر والحساب. الصايغ؟ اسمه الصايغ. صايغ صايع، مش مهم، يا ملزمه هبله وخلاص. وانت بقى يا فالحه جبت الملازم دي منين؟ ملازم ايه يا ام ملازم؟ وانت فالحه اصلا يا ابي؟ عادي شغل دماغك شويه، هي الملازم اللي بتتباع بره، بس انا جبتها وغيرت اسمها. وفي موسم الامتحانات اي طالب بيبقى عايز اي ملزمتين يخبطهم عشان يدخل الامتحان وينجح. نوجا يعني انا لو خدت منك ملازم يعني ممكن انجح؟ ممكن تنجح ايه بس؟ انا مش فاهم. ملازم اللي انت عايز عندك انت بقى، ملزمه الفاشل في البازار او الموكوس في الهبل. انا عندي كل حاجه، بس لو سمحت انت علق اليوفط بره على باب البازار على بال ما اصور لك الملزمتين. عينيا هوا. ضحكت انت على رمز بالكلمتين دول، بس ما تفتكريش نفسك عبقريه يعني، دي اي معزم عديه في الشارع ممكن تلحق عليه. المهم بقى الشعب اللي هيجي يصور ده، شعبنا ده مش اي كلام، ده فاهم وواعي وما ينفعش يضحك عليه. ومين قالك ان انا هضحك على حد؟ اللي هيجي يطلب مني حاجه هديها له. يا سلام، وفي حد هيجي اصلا؟ يا جماعه حد الحنا ملزمه البليغ في العرب، عايز الحق اذاكر اي حاجه. حاضر انا هجيبها لك دلوقتي. وانت مش عايز ملزمه الصايغ؟ لسه بدري على الامتحان، احنا فين والاسبوع اللي جاي فين؟ اه فعلا على رايك احنا فين والاسبوع اللي جاي ده على طول فين؟ صح. بس انا رايي ان انت تاخدها من دلوقتي وتخليها عندك عشان ما تتزنقش زي صاحبك كده، وبعدين خلي بالك دي هتشح وبعد كده هتبقى بالحجز. انا لسه اصلا ما قررتش اروح الامتحان ولا لا. وانت يا عم ايه اللي يوديك الامتحان يا عم؟ خلي بابا يجيب لك الامتحان لغايه البيت، ده سهل قوي يعني. انت لو خدت الملزمه بتاعتي هتخش الامتحان وانت مرتاح على الاخر. معروف طبعا دخول الامتحان مش زي خروجه. طب اوكي هاتيها. طيب حضروا الفلوس بتاعتكم على بال ما احضر لكم الملازم. قسما عظما يا تلميذ انت وهو، اللي ما هيقف في الطابور لاكون عطل. اقف ياد هنا، اولى ثانوي هنا وثانيه ثانوي ايوه ورا كده شويه، اقفوا واعداديه جولنا بكره. ايه يعني الملازم هتطير ولا ايه؟ وبعدين انتوا لازما يعني تيجوا تاخدوا الملازم قبل الامتحانات، ما تيجوا براحتكم بعد الامتحانات وتاخدوها. ولا رمزي ايوه عايز ايه؟ روح هات لي كوبايه الشاي اللي قلت لك عليها. بقى يعني عايزني اسيب اكل عيشي واروح اجيب لك شاي؟ اكل عيشك يا ما انا هدفع لك. يا عم تدفع لي ايه يا عم؟ ده انا اكتشفت ان انا اللي كنت بدفع لك. لا ست بدلاء هانم دي بتدفع لي قد اللي انت كنت بتخصمه مني 4 مرات. يا سلام، وفخور قوي، مش مكسوف من نفسك كده يالا وانت شغال مع عيله صغيره؟ ما بتكسفش يا عادل. يا عادل اسمع كلامي بقى وسيبك من التكبر اللي في دماغك ده، وسيبك من الكلام الفارغ والشغل الفارغ اللي هو التماثيل والبازار. يا عم انا هعلمك الصنعه. صنعت ايه يا ابو صنعت ايه؟ ده انت ماسك العصايه وماشي ورا الناس كانك ماشي بتلم معيز، عامل زي اخون الجنينه. يا رمزي مش قلت لك تعالى تظبط الصف اللي ورا ده؟ حاضر يا ست الكل. ست الكل؟ اه يا كلب السرايا. روح ظبط.